ان شاء الله. فرقتنا النهارده يمكن الكابتن محمود الخطيب النهارده بعد الظهر كان عمل اجتماع مع موسيماني طبعا المدير الفني في النادي الاهلي بحضور الكابتن سيد عبد الحفيظ، بيتابع اخر استعدادات الفريق، المرحله اللي جايه ايه، توفير كل احتياجات الفريق، خاصه زي ما حضراتكم عارفين الفتره الجايه هتشهد العديد والكثير من المباريات المؤثره للنادي الاهلي سواء على الصعيد المحلي من خلال الدوري او على المشوار الافريقي. خلال الاجتماع كمان استعرض المدير الفني للاهلي موقف الفريق من الارتباطات اللي جايه، احتياجات الفريق والجهاز الفني ايه الفتره اللي جايه، وكل دوت طبعا كابتن محمود الخطيب بيسهل كل الامور الاداريه مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، بيقعد مع الجهاز الفني متطلباتك ايه الفتره اللي جايه، عندنا مشوار طويل ومباريات كتيره، كل الامور ديت كلها التعاون على الشكل الفني والشكل الاداري من خلال الكابتن محمود الخطيب المسؤول الاول عن ملف كره القدم مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، كمان مع المدير الفني علشان نعرف الخطوات اللي جايه، ايه احتياجات الفريق الفتره اللي جايه، انها فعلا فتره اعتقد فتره صعبه، ولكن النادي الاهلي قادر باذن الله انه يعدي هذه الفتره ان شاء الله.